تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يستقبل سفيرة هولندا لدى بلادنا. وزير التربية يطلع على الترتيبات النهائية لإعلان نتائج الثانوية العامة في 20 أغسطس الجاري. محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع توزيع كسوة العيد بالمكلا. نشرة الأخبار من قناة حضرموت، أهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن أرما فان دورين لمناقشة علاقات التعاون بين البلدين وآليات تعزيزها وتطويرها والمستجدات الجارية في اليمن والدور المطلوب من المجتمع الدولي لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية التي تربط اليمن بمملكة هولندا، مستعرضا التطورات الراهنة في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لتخفيف المعاناة جراء الحرب. ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة وعرقلة وصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان لتفادي الكارثة البيئية التي ستؤثر على اليمن والإقليم بشكل عام وتنفيذ الصيانة اللازمة له أو تفريغ كمية النفط المخزون فيها خشية حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة. من جانبها جددت السفيرة الهولندية التأكيد على موقف هولندا المساند والداعم للشعب اليمني في مختلف المواقف حتى تحقيق السلام، مشيرة إلى اهتمام بلادها بوضع خزان صافر النفطي والضغط على المبعوث الدولي لسرعة صيانة الخزان ومنع حدوث الكارثة. اطلع وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس خلال لقائه رئيس اللجنة العليا للاختبارات بالوزارة الدكتور صالح الصوفي على الترتيبات النهائية لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019. وأكد وزير التربية أن إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة سيتم في 20 أغسطس الجاري، مشيرا إلى استطاعة طلاب معرفة نتائج الثانوية العامة عبر موقع النتيجة العامة لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة الإلكتروني التابع للوزارة عبر إدخال رقم الجلوس أو البحث بالاسم في الموقع. من جانبه استعرض رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور صالح الصوفي المستجدات في عمل الكنترولات، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق في الاستعدادات الأخيرة لإعلان النتائج. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني القرار رقم 151 للعام 2019 والقاضي بتكليف الدكتور محمد علي عوض الجوهي مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت. ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره في 7 أغسطس 2019 وإلزام الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة بتنفيذه. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة المكلا مشروع كسوة العيد بنسخته الثانية تحت شعار فرحتكم فرحتنا، والذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية لمئتي أسرة بمدينتي المكلا وبروم ميفع للأسر النازحة والأيتام والفقراء لتوزيع كسوة وهدايا وألعاب العيد للأطفال. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. فرحة غمرت هؤلاء الأطفال بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كسوة العيد بنسخته الثانية تحت شعار فرحتكم فرحتنا الذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية بمدينة المكلا. مركز الملك سلمان أو المملكة العربية السعودية والأشقاء من المملكة العربية السعودية كان لهم دور بارز في خدمة هذه المحافظة والتدخلات من ناحية أمنية وكذلك الناحية الإنسانية والإغاثية والناحية التنموية في الفترة الأخيرة، وكنا في الأمس استقبلنا شحنة من الأدوية
وقبلها كان في مجموعة من الوفد خاص بعمل برنامج إعادة الإعمار. باسم السلطة المحلية نقدم جزيل الشكر والامتنان إلى مقام الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ملك الإنسانية، وكذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة وأعمال الإنسانية، وكافة الشعب المملكة العربية السعودية. نقدمهم جزيل الشكر والامتنان باسم السلطة المحلية وأبناء هذه المحافظة. المشروع سيتم توزيعه على 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي حضرموت ومأرب والجوف وعدن والضالع ولحج والمهرة وسقطرة. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقدم شكرنا لكل من ساعد في إنجاح هذه التجربة، وإن شاء الله تكلل بالنجاح بإذن الله. أطفال 200 أسرة بمديريتي المكلا وبروم ميفع من الأسر النازحة والأيتام والفقراء والأشد فقرا هم المستفيدون من هذا المشروع المتضمن توزيع كسوة وهدايا وألعاب العيد للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم وتخفيف معاناة تتجرعها أسرهم التي لا تستطيع شراء شيء من فرحة العيد لهم. في حال التقييم المبدئي الأول تم التواصل مع عقال الحارات والمعنيين بالأمر لجمع قاعدة البيانات حول المناطق المستهدفة والأشد احتياجا لتلامس احتياج هذا المشروع، حتى يكون بحول الله وقوته ذا جدوى منفعة عامة ومنفعة مخصصة بحول الله. تم التواصل مع مندوبين المناطق وأخصائيين الحارات اللي موجودين هناك برفع الكشوفات للمناطق والفئات المستهدفة وأعمارهم وعدد أفراد الأسرة، وعلى ضوءها تم فلترة الكشوفات للنزول والاستهداف الأمثل حتى يلامسهم حقيقة. بفيض الحب وعظيم الود نتقدم إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قام به من خدمة جليلة جدا من خلال كسوة العيد لهذا العام. هذه الخطوة التي ساهمت إسهام كبيرا في التخفيف من معاناة أهلنا في بلادنا الحبيبة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس. فللكثير من الأسر التي أنهكتها الأوضاع المعيشية الحالية تمثل المنظمات والمؤسسات الخيرية عونا وسندا في التخفيف من معاناتهم ولو بالشيء اليسير. باستلام كسوة وهدايا وألعاب العيد رسمت الفرحة والبسمة على شفاه الكثير من الأطفال ليودعهم العيد شيئا من فرحته في ظل ظروف سرقت فيها الحرب والأوضاع المعيشية الصعبة البهجة من حياتهم. اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون على أنشطة وفعاليات الملتقى الصيفي الطلابي الأول بثانويتي الفقيد سعيد عوض باوزير للبنين والبنات بمديرية غيل باوزير. وتعرف وكيل الوزارة على التجارب المختبرية وبرامج الحوسبة والفنون التشكيلية والخط العربي بالإضافة إلى الإنشاد والإلقاء الشعري والمشهد المسرحي، مشيدا بمستوى النشاط الذي يشهده المخيم بمديرية غيل باوزير خلال أيام الملتقى. وأكد عبدون أن الأنشطة ستسهم في صقل وتنمية مهارات الطلاب وإبداعاتهم واكتشاف مواهبهم، مثمنا جهود طاقم العمل التي حرصت على تنفيذ الخطة العامة للملتقيات بدقة وإتقان. سلم مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل مواقع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية بكورنيش 60 ومنطقة المحضار وديس المكلا لعدد من المقاولين بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع عبر مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى. وتشمل المشاريع التي تم تسليمها للمقاولين على مشروعين لترميم كورنيش 60 وإعادة التشجير وتنفيذ أعمال رصف بمنطقة المحضار بخلف وتشجير 5 مراحل في مسيال السدد بديس المكلا. وبهذا الخبر نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار، وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الوزراء يستقبل سفيرة هولندا لدى بلادنا. وزير التربية يطلع على الترتيبات النهائية لإعلان نتائج الثانوية العامة في 20 من أغسطس الجاري. محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع توزيع كسوة العيد بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين، نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله.